بطبيعة الرهانات ديالنا في البرلمان وخصوصا موقعنا كفريق تقدم الاشتراكية هو أن ننتظر من الحكومة أولا تعطينا إجابة على هذا الشيء ديال الندرة ديال الماء اللي كيعيشوها أغلب المدن، وحنا مازال فصل الربيع وكاين قطاعات يعني يومية بالنسبة للمدن، بغينا تعطينا الحكومة ودير مجهود من أجل يعني تدارك هذا التأخر. المسألة الثانية وبالنسبة للأمن الغذائي والطاقي، لازلنا ننتظر بين الخطاب الملكي اللي مر عليه أكثر من سنتين شنو دارت الحكومة لتوفير يعني هذه المساله ديال الامن الغذائي، واش رجعت يعني الخطه ديال الفلاحه ديال واش رجعت بعد الزراعات، واش لان اليوم الامن الغذائي شيء مهم. بالنسبه للامن الطاقي كذلك، اليوم كنا نطالب باعاده تشغيل السمين مازال ما لقينا حتى جواب الى حدود الساعه، اليوم طالبنا بانشاء محطه اخرى ديال التكريم ما تجاوبتش الحكومه، طالبنا كذلك بتسقيف الاسعار ما تجاوبتش معنا الحكومه، كذلك الرهانات وهو القدره الشرائيه، اليوم ارتفاع ديال نسبه التضخم، الضرب ديال القدره الشرائيه خصوصا الطبقه المتوسطه، نطالب الحكومه يعني كاين اليوم حوار اجتماعي باش يكون حوار حقيقي وما يكونش حوار ديال المقايضه مع النقابات، يعني يزيدوهم واحد جوج دريال باش يدوزوا لهم قانون الاضراب وقانون النقابات والاصلاح ديال التقاعد، يعني الا زادوا من هنا 100 درهم عاود يحيدها له في الاقتطاعات. بغينا يكون حوار حقيقي وتكون زياده حقيقيه لهذه الطبقه وخصوصا الطبقه المتوسطه. كذلك اليوم من بين المشاريع اللي كرانوا هو المدونه ديال الاسره اللي دابا غادي تقدم جلاله الملك، يعني اللجنه الملكيه انتهت من المهمه ديالها وتم تقديم رئيس الحكومه لتقديمها جلاله الملك، وكلهم الاحزاب والجمعيات قدموا يعني المذكرات ديالهم، يعني هذا من بين الاوراش الكبرى اللي غادي تكون في هذه الدوره. بالنسبه للمسطره المدنيه بدات يعني في ما بين الدورتين وغادي تكمل اللي فيها اكثر من 600 ماده، يعني بدا النقاش التفصيلي. كذلك بالنسبه للقانون الجنائي لازلنا ننتظروا يعني الحكومه لان سحباتو وقالت حنا في اطار مراجعه كننتظرها باش تجيبوا في اقرب وقت، وقوانين اخرى كتعلق خاص يعني بالنسبه للقوانين الانتخابيه، يعني ملي كنقولوا تخليق الحياه السياسيه صحيح كاينه المدونه الاخلاق اللي غتكون في البرلمان، ولكن ما يمكنش ننساو المدونه الانتخابات اللي خصنا نقطعوا يعني منذ يعني الدخول ديال هذا المستشار ولا هذا البرلمان اللي يكون يعني فيه متابعات او لا عنده شبهه، يعني من الاول ما تكونش عنده الاهليه ديال الترشيح، وهذا خصنا نرجعوا للقوانين الانتخابيه. كذلك بالنسبه للجمع ما بين المناصب، يعني رئيس جامعه حنا نمشيو حتى للجامعات الصغرى باش اللي يبغى الجامعه يمشي للجامعه واللي يبغى البرلمان يجي للبرلمان، لان اغلب البرلمانيين المتابعين ماشي يسرق شي حاجه في البرلمان، عندهم متابعات يعني من كرئيس جامعه او لا يتاجر في المخدرات، وكتولي يعني هذه السمعه برلماني معتقل هو البرلمان راه ما عنده ما يدير. دونك هذا الشيء خصنا نفصلوا ما بين المؤسسات، اللي بغى يمشي للجامعات المحليه يمشي، اللي بغى يجي للبرلمان يجي، هذا من بين التعديلات اللي غادي نقدموها ان شاء الله في اطار مراجعه المدونه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.